السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي وأنا شغال على ويندوز 10، كل شوية بيعمل أبديت وده بيتقل جهازي. لو أنا عايز أتحكم في الموضوع دوت باجي مكان ستارت وأقول له أبديت ويندوز أبديت سيتنج. ده في بعض الإعدادات الخاصة بعمل أبديت زي الوقت اللي يعمل فيه أبديت، في بعض الإعدادات، بس مش هو ده اللي بيوقف الموضوع ده تماما، ده بيخليني بس أتحكم فيه شوية. طيب لو عايز اوقفه بدخل هنا اقول له سيرفيس، ده بيجيب لي الخدمات اللي ويندوز بيعملها، وممكن اقول له لا انا مستغني عن خدماتك، الحاجه دي انا عايزها مش عايزها زي ما انا عايز. فهقول له هنا ويندوز، بتلاقي عندك ويندوز مثلا باك اب، ويندوز اوديو، خليني اقول له ويندوز ابديت. تمام، هو هنا انيبل ان هو كل شويه يعمل الحاجات دي تلقائي، فانا ممكن اجي هنا واقول له لا دي ديسيبل ما تعملهاش، يعني الحاجه دي كده واقف خالص، هو دلوقتي شغاله ران دلوقتي، ممكن اقول لا وقفها لي خالص وخليها تسيبه بحيث ما يعملش ابديت غير لما انا اقول له انا عايز، بعد كده اقول له ابلاي اوكي. كده هو وقف موضوع الويندوز ابديت سيبه كده، وقف موضوع الابديت لحد ما انا اشغلها تاني. تمام،